خلينا ناخذ بس اتصال بشكل سريع. الأستاذ عبد الكريم. عبد الكريم، موضوع ثاني طبعا، المشرف على كرة القدم بنادي المجزل. الشباب يقول عندهم مشكلة. طيب، خلينا بناخذ منه التفاصيل عشان ما أخذها منكم على الهواء. أستاذ عبد الكريم، مساء الخير، مساء النور اخوي. حياك الله أستاذي. أنتم أجبرتوا على السفر برا إلى الجوف من تمير، تقريبا 1200 كيلو، في كأس ولي العهد. تعطينا التفاصيل، وش المشكلة اللي واجهتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما فيه في مشكله، ان احنا امس لعبنا يوم الجمعه في الباحه مع فريق العميد، واليوم جايين للرياض الساعه 10 الظهر، وبكره بنطلع الساعه 10 الصبح باص للجوب. احنا مكلمين فهد مصبيح، كان عندنا حجز الاحد القادم، طيب، لكنه رفض ياجل المباراه. والحين يعني الاسبوع الجاي الاحد مباراه الانصار والعروبة اجلها اسبوعين، وحنا مو بقادر يجلها اسبوع واحد، وعندنا الاربع الجاي مباراه مع الترجي في الغاب. يعني في 5 ايام 3 مباريات. وهذا الجدول هو موجود من اول ولا في لا 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 تعديلات؟ هو لا 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 هو المباراة العروب الانصار ادلها اسبوعين، بعدين حددها من الاسبوع الماضي، حدد مباراة العروبة مع العروبة في الجوف. يعني هي شيء طارئ على الجدول، مش على الجدول الاساسي. لا 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 طارئ، ومشكلة ما اجلنا الترجي للحين. لو اجلنا الترجي يوم الاربعاء، يعني تهون احنا بنلعب دوري وكاس في يومين. يعني انتم حتنتقلون من وين لوين لوين في 5 ايام؟ بكره الصباح طالعين للجوف ان شاء الله. طيب، حلو. باص من وين انتم طالعين؟ من الرياض. من الرياض، طيب. وبنجي ان شاء الله بعد المباراه يوم الاثنين للرياض، باص اكيد بنوصل فجر الثلاثاء، والاربعاء عندنا مباراه. كلها بالباصات، ما في طيران. اي لا لا كلها باصات، ما في طيران. طيب، ولا رد عليكم استاذ فهد؟ لا والله مصر، هم رد مصر لنا، بس ما مصر على موقفه يعني. وبحجة ايش؟ انه شايف انه وقت عندكم وقت ضيق. لا شايف الوقت ضيق بالنسبه لدور 16 للمسابقه، الوقت ضيق. اي نعم. طيب، وانتم الان وش موقفكم؟ والله موقفنا احنا بنركب الباص بكره ونمشي للجو. هذا موقفنا. لا تسرعون. طيب، عموما نتمنى ان شاء الله يكون صوتك وصل. استاذ عبد الكريم، شكرا لك، المشرف على فريق كرة القدم بنادي المنزل. بالتأكيد هي أحد المعاناة، يعني تقريبا يعني 3000 كيلو في 3 أيام، شيء صعب، وحب أنه يوضح موقفه وينقل لنا.